الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إذا بعدما قمنا بتحويل من البينار إلى ديسيمال، الآن أحبائي الكرام سنقوم بتحويل نمبر هيكزا ديسيمال أون ديسيمال. إذا نفس الطريقة التي استعملناها في الفيديو السابق ديسيمال، وبالتالي هنا سنقوم بالذهاب إلى بايثون. إذا سنرجع دالة التحقق من أن هذا المتغير النصي هو يحترم معايير الهكساديسيمال، يعني يحتوي العدد من 0 إلى 9 ثم الحروف من A إلى F. فوالا، إذا سنقوم إن شاء الله بإرجاع هذه الدالة. وهنا ليست بي، لاحظ هنا سنقوم بجعل هذا على شكل كومنتار، على شكل تعليق. اذا ليست بي، فوالا. اذا كما فعلنا ذلك سابقا، اذا لاحظ بان هنا ساسميه تيست هكساديسيمال، وساقوم بالمنادات على الداله تيست هكساديسيمال. فوالا إذا كان عندك بعض الإشكال في فهم هذه الدالة، قم بكتابة الكود مباشرة من S تساوي 0 إلى غير ذلك. إذا سنقوم بطلب CH دون إنشاند كاركتر إنشان، فوالا. ثم هنا سنقوم ب كما قلنا، ولكن الهكساديسيمال نقوم ب 16 على بوسونس 0، 16 على بوسونس 1، 16 على بوسونس 2، وبالتالي سنقوم بتحويل هذا الى العدد 16. فوالا، ولكن هناك اشكال بان هناك هذه الحروف يا اما ستكون عباره عن اعداد، اذا كانت هي عباره عن اعداد فلا باس، ولكن ماذا عندما يكون الحرف عباره عن ا فان مقابله هو 10، ب مقابله 11، سي مقابله 12، وبالتالي سنقوم بتقسيم هذه الليست الى سلسلتين، سلسله خاصه بالاعداد سنسميها مثلا، ساقوم بتسميتها ليست نمبر. اذا ستكون من هنا الى هنا، فوالا. لاحظ، فوالا، كنترول سي، فوالا، ساذهب هنا، فوالا، وأقوم بتهيئة سلسلة خاصة بالأعداد، فوالا. وهذه السلسلة ليست نمبر، سأسميها ليست نمبر، وسلسلة أخرى سأسميها ليست كاركتر التي تحتوي على A حتى F. فوالا، إذا سنقوم بنقل هذه السلسلة، كنترول سنحتاجها، فوالا. هذه السلسلة سنسميها سلسلة كاركتر، إذا ستبتدئ من A إلى F، فوالا، وسنسميها ليست كاركتر، فوالا. إذا يمكننا أن نعمل S تساوي int CH L M -1 نفس الكود، ولكن إذا كانت CH L E N in list number. إذا وبالتالي if إذا كانت هذا الكاركتر، أحبائي الكرام، هذا الكاركتر كنترول سي in list number، يمكننا أن نقوم بكتابة S. إذا نقطتان، فوالا، الحمد لله. إذا كان CH في ليست كاركتر، هناك عمل آخر، وهناك عمل آخر إن شاء الله. لاحظ كنترول C سيكون على هذه الشكلة، كنترول V. إذا كانت أحبائي ليست كاركتر، ليست كاركتر، فوالا، سيكون الشكل التالي. إذا هنا احتمالات، إذا هناك سيكون عندي مجموعة من الاحتمالات، يعني if بين قوسين إذا كان هاد CH دو LM-1 يساوي كنترول سي،
فوالا هنا كونترول في. إذا كان يساوي الكاركتر أ يعني 10، إذا هذا سيأخذ 10. إذا العبارة ستكون أحبائي الكرام على هذا الشكل، لاحظ، لأن سي اش أ سنعوضه ب10، لأن بي هي 11 والسي 12 إلى غير ذلك. إذا ستكون العبارة اس على الشكل التالي، كنترول سي كنترول في، ولكن هنا ستكون يكون العدد 10. نعم، إذا سنقوم بنسخ هذا الكود سورس، عدد الحروف كنترول سي كنترول في كنترول في كنترول في كنترول في. إذا بالنسبة لي بي سيكون عندي 11، بالنسبة لي سي ستكون 12، بالنسبة لي بي سي دي ستكون 13، بالنسبة لي بي سي دي او ستكون 14، تلزمنا اف كنترول سي كنترول في. هنا سيكون العدد اف، وستكون النتيجة 15. فوالا، اذا هذا هو الكود البرمجي الخاص بتحويل هيكزاديسيمال الى نومبر بينير. فوالا، لان الاشياء هذه. اذا سنقوم بتجريب هذا الكود سورس ان شاء الله. اذا اونتر اون شين سنقوم بادخال مثلا ا بي 3 4 او. اذا هذا هو الترانسفورماسيون احبائي الكرام لهذا العدد. اذا يمكنك اخذ كود سورس، هذا الكود سورس احبائي الكرام عادي جدا. فوالا، لماذا؟ لان لو كانت اعداد سهله، اما لو كانت عباره عن حروف سنقوم بتعويض ا بالعشره و ب بال11 الى غير ذلك. اذا شكرا لكم والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. حياكم الله، الى اللقاء.